سليمان واحد من النجوم النهارده اللي ادوا بشكل كويس جدا، كنت عامل جبهه مع سيد معوض، عايزك تكلمني كده على احداث المباراه. والله الحمد لله نحمد ربنا احنا قدرنا ننفذ اللي طلب مننا من الجهاز الفني، بقول الحمد لله مبروك لينا وجمهورنا. الحمد لله بقينا 6 نقاط، بنفكر في الماتش اللي بعده وان شاء الله باذن الله البطوله هتكون من حقنا ونهدي البطوله دي لجمهورنا ان شاء الله. الف مبروك.